السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سوف أريكم كيفية تحميل تطبيق جديد اسمه أنيم سلاير. تطبيق يجمع كافة الأنيميات وهو مترجم إلى اللغة العربية. كما ترون هذه بعض الصور منه. إذا سوف نحمله، سوف أضع الرابط تحت الشرح. أضغط على أوكي وننتظر التحميل. الآن بعد التحميل نضغط عليه، نضغط على باراميتراج، البقية كما تعرفونها. نضغط على أوكي ونضغط على سويفون ثم انستالي. ننتظر قليلا بعد ان يحمل. أعرف أنه بطيء بعض الشيء، لكن هذا التطبيق جيد جدا بالنسبة للمبتدئين بالأنمي. نعم، قد حملناه. نجد واجهته على هذه الشاكينة. نضغط على حسنا وهنا نرى أنميات. نعم، كيفية البحث عن الأنميات. نضغط على لائحة الأنمي ثم تنبثق عمليات ثم تشرع في عمليات البحث عن الأنمي الخاص بك. مهم، هذا ما كان في درس حلقتنا اليوم. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر لايك. مع السلامة، مع السلامة أحبائي.